محمد الخلفي أو فريد شوقي المغرب كما كيلقبوا زملاؤه. ممثل مغربي أعطى الكثير للفن واشتهر بإتقان الأدوار وحرفيته في التمثيل. من أشهر أدواره دور الحشق الدور سلسلة لالا فاطمة. شكون اللي تعجبو؟ كواترو. كواترو؟ كواترو بالراي؟ باغي ديرها بالبوليس أنت؟ أربعة المعارك. أربعة. هذا الفنان اللي كان في أحد الأوقات كيتمتع بالنجومية والشهرة هو الآن شبه منسي وطريح الفراش في دارو في منطقة دار بوعزة. لو 360 اختار أنه يزور محمد الخلفي للإطمئنان على حالته الصحية ومعرفة وضعه الصحي. تحت ملي تحت واحد العظم شوية العصبة ديالو تفوتت على العظم، وهو اللي كيألمني، وهو اللي المشي ما كان قدرش نتمشى، ما كنت تمشيش، فهو اللي عطيني الضعف، هو اللي مخليني جالس، وكان ما كان قلش عليه هو، لأنه جاني هو في الجانب الأيمن، الجانب الأيمن في الفخذ الأيمن، دائما كان دور على الجهة اليسرى. مشيت على الطبيب الأول والطبيب الثاني ودرت الراديو. مخليت بدل عندي العظم فيه الهشاشة، الهشاشة تأتي من كبر السن، يعني الإنسان ما قصر لا تبارك الله، حنا راه الدين وجبنا في العمر. شحال تقول لك في عمري الآن؟ شحال؟ 75. الله يجازيك بخير، شكرا نقصتي لي وبارك الله فيك، يعني غير هاد 75 راه كتصححني شي شوية. أنا الحمد لله ما كان لا 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 سيجارة ولا خمر ولا أي شيء، اللهم لك الحمد، يعني الحمد لله ونشكر. أما بعض الممثلين الله يسامحهم كيه الكورس هم بيديهم، وأنا لا بسم بيهم لا بسم بيهم. عندي أختي وعندي بنت أختي، ثم عندي بعض الناس اللي أصدقاء اللي كيجوا عندي. وعندي واحد سيد الله يجازيه بخير، هو عنده مقهى هنا في دار بوعزة، هو اللي مهلي فيا مسكين بهذيك المقهى، كيصيفط لي الفطور، كيصيفط لي الغداء، كيصيفط لي العشاء، الله يجازيه بخير. ولا رجعنا للسؤال ديالك، ما بحالك انت خصي يقابلو خصي خالد، انا ما مجوش، انا عازب، والعازب هو هكذا يعيش في توحدانيته. لأن العازب اش بغيتي ندير؟ اش بغيتي ندير؟ كتجيب اختي، انا قلت لك كتجي اختي ولا بنت اختي ولا كيجيو هما يساعدوني كيعاونوني، من غيرهم ما كاينش. انا لمن غنشكي؟ لمن علاش غنقول خاصني وانا كذا وانا كذا؟ لا علاش؟ اي انسان تشكيتي عليه راه ما يفيدك حتى بشي حاجه، الناس ما كتفيدكش. ربما الناس يتشفوا فيك، ماشي تبقى فيهم، الناس غادي تبقى فيهم، غادي يبقى كل ما غادي يقول مسكين. انا ديك مسكين كتقال على الميت لما كيموت، عاد كيقول مات مسكين. اما الحمد لله انا ماشي مسكين، لان الفرق ما بين المسكين والفقير، الفقير هو الذي يفتقر الى الاشياء، والمسكين هو الميت الضعيف اللي ما عندوش ما كيكسب والو، هذا هو المسكين. علاش انا كنقول لك انا الحمد لله ما عندي ما بحتاجش شيء ما محتاجش، ولكن لو كان الممثل وعندنا استوديوهات، عندنا استوديو ديال السينما وكان الممثل يتقاضى أجر كبير في السينما، أو في التلفزيون يتقاضى أجر كبير في السينما، كان يمكن يكون عنده الاكتفاء المادي، يكون عنده يعني رصيد في البنك قدو قداش، وعايش في فيلا قداش، وعنده سيارة فخمة قداش. علاش؟ ولكن بما أن السينما الآن كتعطي جوج دريال الممثل في الفيلم، المسلسل كذلك ما كيعطيش، اش كيعطي؟
كيعطيك المسلسل كيعطيك واحد الاجر كتقول انت ولكن كيخليوك اربع شهور ما كتخدمش حتى تاكل داك القدر هذه هي السياسه اللي غاديين بها هذوك الناس لا في التلفزيون ولا في السينما ولا في كذا. ما يمكنش الممثل يبقى في استمراريه كيلعب اليوم وغدا اليوم وغدا ويتقاضى اجر اليوم وغدا ما كايناش. هادشي علاش قلت لك انا الاكتفاء ما كاينش ديال الممثل باش يكون سيدي ومولاي في هذا البلد. السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. ولا هذا السلام سعودك ما خاسر ماله. السلام الحاج. شكون اللي كيداير؟ الله يسلمك. شكون اخبارك؟ على سلامتك. حاجة كيداير؟ الله يعطيك الرضا وليدي يعطيك الرضا.